أدوات تكنولوجية رائعة يجب أن تشاهدها. هيلوكس HTH. يعد تثبيت المواد العازلة خطوة مهمة جداً في أعمال البناء أو الإصلاح، حيث يكون له تأثير كبير على مدى راحة المنزل أو الغرفة بالطبع. سيكون هناك عدة طرق لعزل مكان، ولكننا مهتمون الآن بالطريقة الأكثر فاعلية. ما تراه على الشاشة الآن هو تثبيت براغي مرسات. هذا هو هيلوكس HTH المصنع من قبل شركة ليكسان ستون هيلتون. المسمار المرساة هو قفل ملولب مثبت في سطحين مثل الجدار لربط مادة العزل بأمان. تتوفر مسابير التثبيت الموسيقية في مجموعة واسعة من الأحجام والموديلات، وقد تم تصميم الـ HTH للمواد مثل الطوب الصلب والمجوف، ويمكن أيضاً تثبيتها في الخرسانة سواء كانت لينة ناعمة، أو يمكن استخدام الـ AAC لربط الجدار المعدني أو ألواح لينة مثل روغة البوليسترين. في قائمتنا وهو الجهاز الذي يضمن الكفاءة والسرعة العالية حتى أثناء أصعب المهام. GLL إلى ACP من بوش هي دقة مستوى البناء بالليزر، والدقة حاسمة لأي أعمال بناء أو إصلاح. يجب أن تكون جميع الخطوط مستقيمة، ويمكن أن تؤدي الزاوية الصحيحة حتى حدوث خطأ صغير في مرحلة ما. إلى مزيد من سوء تقدير مواد البناء، إلى جانب أنها ستؤثر على جمالية وجودة النتيجة، وبالتالي فإن التسوية ضرورية للبناء. كما أن أداة GLL تنقل هذا الإجراء إلى مستوى جديد تماماً.